من طرائف ما يستدل به العلماء على فضل العلم، عندما يقول ربنا سبحانه: اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. الكلب أعزكم الله الذي يعلم ويدرع على الصيد يجوز أن يأكل الإنسان مما يمسكه عليه، والكلب غير المعلم هذا لا تأكل منه. قال: يا رسول الله إني أرسل كلبي المعلم وأذكر اسم الله عليه أفأكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فأمسك عليه فكل، إلا إن وجدت معه كلبا غير كلبك هذا لا تأكل. ما الفرق بين كلب وكلب؟ ما الفرق بين هذا يجوز أن يأكل منه المخلوق الذي كرمه الله، ولقد كرمنا بني آدم، هذا مخلوق كرمه الله يجوز أن يأكل من ما أسك هذا الكلب، ولكن هذا الكلب لا، لأن هذا الكلب أشرف من هذا وشرف بسبب هذا التعلم. لا علم، يعني شيء عجيب.